وما زلنا معكم مشاهدينا على المتابعة، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى أنغولا في مستهل جولته الأفريقية ينظر إليها على أنها ستثمر عن العديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالتعاون اقتصاديا فيما بين مصر وأنغولا. أهم مجالات التعاون الاقتصادي فيما بين الدولتين في رأيك؟ مساء الخير لحضراتكم. هي طبعا دي يعني المحطه الاولى لفخامه الرئيس النهارده في اقباله طبعا الرئيس الانغولي، وطبعا كان في مباحثات ما بين فخامه الرئيس وما بين الرئيس الانغولي، وطبعا كان بيدل على زياده التنميه الاقتصاديه وزياده التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، وخاصه العديد من القضايا الاقتصاديه للقاره الافريقيه. بطبع يعني العديد من هذه الامور، كيفيه التحسن في منطقه التجاره الحره، ازاي يكون في ازاله المعوقات الاستثماريه ما بين القاره الافريقيه ما بينها وبين بعضها، زياده طبعا التعاون ما بين اشقائنا في القاره الافريقيه، دراسه العديد من الامور في القضايا الافريقيه اللي هي يعني ان شاء الله في مجموعه الكوميسا، زي ما احنا بنتحدث ان هيكون في لقاء ما بين فخامه الرئيس في القريب، يعني ايام قليله هيكون بيتكلم عن مجموعه الكوميسا. نعم. وايضا زياده التعاون المكثف ما بين الدول الافريقيه ما بينها وما بين بعضها. صحيح. طيب، في الغد يعني متوقع ان تسلم مصر رئاسه الكوميسا الدوريه الى دوله زامبيا. مصر على مدار العامين الماضيين، ومصر يعني في السنوات الاخيره دعمت التعاون مع افريقيا اقتصاديا، في رأيك أبرز ثمار هذه الجهود على الصعيد الاقتصادي؟ مصر تحدثت كثيرا مع كل المؤسسات الدولية حول تنمية أفريقيا، التنمية الاستثمارية الكبيرة. نتذكر حديث السيد الرئيس مع مؤسسات التمويل الدولية، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأيضا البنوك الأوروبية، في كيفية تمويل القارة الأفريقية وتمويل المشروعات الاستثمارية، خاصة أن القارة الإفريقية بتمتلك من الثروات العدة، ثروات بترولية، غاز، ثروات معدنية. أعتقد كان بيتطلب الأمر أن يكون المتحدث فخامة الرئيس في حث المجتمع الدولي حوالين استفادة الشعب الإفريقي من الثروات الخاصة به. وطبعا كان هذا الأمر مطلب إفريقي حوالين إزاي يكون فيه تنمية ومشروعات، خاصة أن القارة الإفريقية بتفتقر العديد من الأمور اللي هي البنية التحتية، سواء على مستوى الكهرباء، سواء على مستوى المواصلات، سواء حتى على مستوى الطرق النقل اللي بتربط القارة الإفريقية ما بين بعضها وبعض. الأمر الآخر على الجانب السياسي، كيفية خروج العديد من الدول الأوروبية من القارة الإفريقية، وعدم استغلال إفريقيا لأن تكون يعني زي ما بيقولوا يعني استغلالها استغلال سياسي وليس استغلال اقتصادي. هذا الامر طبعا بيتطلب زياده الاستثمارات، ونحن بنشوف كثير من الاحاديث حوالين ازاي يكون في تنميه للتكتلات الافريقيه ما بينها وبين بعضها، ليكون خطاب اقتصادي بحت، وايضا تجمع الدول الافريقيه في مخاطبه المجتمع الدولي حوالين التنميه والاستثمار داخل القاره الافريقيه.